وفي حق اليوم 6 أبريل 2022 يتم تصويت انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب لتمثيل الشباب الولاية. الحمد لله العملية جارية في ظروف جد حسنة، كل الوسائل راهي موفرة، معنا كل سخرنا كل الإطارات باش يوقفوا على هذا الانتخاب اللي راهو على الشباب مثل الشباب الجزائري تاعنا. في بادية الخروج عندنا العدد الإجمالي المسجلين هو 113، العدد الإجمالي المقبولين عندنا 78 اللي فيهم 53 ذكور و 25 إناث. أما عدد المترشحين الإجمالي هو 25 اللي فيهم 20 ذكور و 5 إناث. العملية راهي طرقت اليوم على الساعة 10، تنتهي إن شاء الله على الساعة 2 بعد الزوال، والحمد لله راهي سارية في ظروف جد جد حسنة. العملية نشرف عليها احنا في بلدية الخروب على حساب محضر تنصيب اللجنة المكلفة بتنظيم ندوات الشباب، اللي نشرف عليها شخصيا على السيد الأمين العام حوري إسماعيل لبلدية الخروب، أمين عام لبلدية الخروب. عندنا السيد عبد الجبار محمد نذير ممثل مندوب محلي للشباب.